دلوقتي خلونا نروح مع حضراتكم جولة للمحافظات وأهم الأخبار اللي حصلت في المحافظات امبارح، واللي من أهمها إعادة طرح وحدات للإسكان الاجتماعي الشاغرة في الميناء وفي المنيا يعني أسفه، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية لدعم تمويل العقاري وتنظيم قافلة بتضم 70 طن مواد غذائية ضمن هدية رئيس السيسي لأهالي حلايب وشلاتين، وأخبار تانية من المنوفية ومطروح وسوهاج وكمان الإسكندرية. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح في المحافظات، منها قرار اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إعادة طرح وحدات الإسكان الاجتماعي الشاغرة بمنطقتي المطهرة القبلية التابعة لمركز المنيا ومنطقة شوشة التابعة لمركز صملوط لمحدودي ومتوسطي الدخل وفقاً للقواعد المحددة لبيع تلك الوحدات، وده ضمن أعمال المبادرة الرئاسية لدعم التمويل العقاري. كمان امبارح أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنيا عن دعمها الكامل للمبادرة اللي بتستهدف تقديم الدعم لشرائح الأيتام في المنوفية من خلال توصيل مياه شرب نقية ليهم بالمجان، وده بالتزامن مع يوم اليتيم في شهر إبريل. في مطروح أعلن سامي عبد العزيز مسؤول تنظيم مسابقة القرآن الكريم لعام 2022 بالمحافظة عن بدء التصفيات النهائية بين حفظة القرآن الكريم، وده لتحديد المراكز الأولى والفائزين بلقب المسابقة هذا العام. امبارح وضع اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء المحافظة أمام الديوان العام إحياءً للذكرى 223 لعيد سوهاج القومي. في الإسكندرية أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تشغيل شاطئ مجاني آخر بيضاف لشاطئ المندرة اللي تم تشغيله الصيف الماضي، وكمان تقرر عدم زيادة أسعار تذاكر الشواطئ خلال موسم الصيف بالمحافظة. امبارح استقبلت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة البحر الأحمر قافلة بتضم 70 طن من المواد الغذائية، وده ضمن هدية الرئيس عبد الفتاح السيسي لأهالي حلايب وشلاتين، وبتضم القافلة 3500 كرتونة مواد غذائية هيتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.